مرحبا. اليوم فيديونا راح يتكلم عن شلون أصنع كريم عالي الجودة بدون ما أستخدم أي زيوت. راح أستخدم أنا مكونين هم اللي يعني ممكن استبدالهم بدال الزيوت. ممكن أستخدم واحد، الأول هو اسمه دايميثيكون، الثاني إيسوبروبايل ميريستيك. راح نعرف خصائص كل واحد وشلون يحول لنا الكريم إلى شيء وايد عالي الجودة، وايد يعطي الطبقة حتى بعد ما أقسل إيدي ممكن تبقى طبقة على الإيد، راح يكون ناعم. المواد اللي أنا أستخدمها من موقع اسمه جوزيل، معطيني 10% لمتابعيني خصم، الكود موجود في أسفل الفيديو. أيضا جميع المواد اللي أنا أستخدمها موجودة أيضا في صندوق الوصف. الحين نروح نشوف شلون طريقة عمل هذا الكريم مع بعض. راح نبدأ بالمرحلة الأولى اللي هي تسخين الماي في دورق مناسب. ناخذ الماي الورد، ناخذ الكمية المناسبة، إذا مو متوفر نستخدم الماي المقطر. بعدين المرطب، راح أنا مستخدمة البروبان ديول 1-3، ممكن نستخدم الجلسرين بداله يعطي نفس خصائص الترطيب. نخلطهم ونخليهم على جنب، راح يدخلون بالميكروويف. بعدين المواد المرحلة الثانية اللي هي تسخين الزيوت. أول شيء عندنا البتي أم أس 50، هو مستحلب مثل ما نعرف، يضيف خصائص ترطيب، يخلق طبقة رقيقة جدا على الجلد والشعر. بعدين عندنا الأيزوبروبايل ميرستيت، هو أستر من كحول الأيزوبروبايل وحمض الميرستيك، مرطب خفيف الوزن ويمكن استخدامه كزيت ناقل. بعدين عندنا نضيف ستل الكحول، هو كحول دهني يستخدم كمثخن وأيضا يعطي خصائص للنعومة للمنتج النهائي. راح ندخلهم المايكروويف الماي مع الزيوت. هذا بعد ما طلعوا من المايكروويف تمت إذابة الزيوت بالكامل. لازم طبعا درجة الحرارة عشان نقدر نخلطهم مع بعض متقاربة 140-150 فهرنهايت. نضيف الزيوت للماي ونبدي نستخدم طبعا الخلاط اليدوي. نخلط تقريبا دقيقة ونص إلى دقيقتين. هو لا زال سائل لأنه ساخن، فأخليه على كتر أو أدخله الثلاجة عشان يمسك يصير مثل الكريم. راح أسوي مواد المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة التبريد. أول شيء عندنا بروتين الشوفان المتحلل اللي هو مكون تجميلي سائل مصنوع من بروتين الشوفان، أيضا يعزز خصائص الترطيب وتحسين ملمس البشرة كذلك. بعدين عندنا الدايميثيكون، هو من السيليكونات الصناعية، يمكن أنه يعمل كمطري بدون إضافة أي زيت. راح أضيف المادة الحافظة اللي هي جيرمال بلس. راح أخلطهم وأخليهم على جنب. هذا بعد ما طلع طلعته من الثلاجة حوالي نص ساعة، ساعة كذي صار بهذا الشكل مثل الكريم. راح أضيف مواد مرحلة التبريد اللي هي المرحلة الثالثة. ممكن أخلطه بالإيد لأن الكمية صغيرة، ممكن نستخدم الخلاط اليدوي.
بس أحاول أخلطه عشان أضمن امتزاجه مع المواد الثانية. راح أضيف اللون، طبعاً أكون حريصة في إضافة اللون عشان ما يجي أكثر من اللازم. راح أضيف شوية وأبدي أزيد إذا حبيت زيادة. أنا ما أحب أضيف ألوان زيادة، بس يعني هذا يكسر شوية الأبيض، لأن أنا قاعدة أسوي كريم الورد فحبيت يكون ملائم معه. راح أخليه لين يبرد عشان أعبي هذا. بعد أنا استخدمت كيس حلويات، أسهل لي عشان أحطه في أو أفرغه في العبوات، يكون جدا سهل الطريقة بهذا الشكل. بس عشان أفرغ أطلع الهواء اللي داخل وأخليه لين يبرد تماما. أنا خليته تقريبا يوم كامل عشان أضمن البخار كله يطلع ما يتكون اللي داخل. وهذا المنتج النهائي، طبعا ناعم جدا، ملمسه جدا ناعم. تمتصها البشرة بسرعة. هذا كان فيديونا اليوم، أشكركم على حسن المتابعة، نشوفكم في فيديوهات قادمة، مع السلامة.